عندنا النهارده 4 صدور فراخ متقطعين تخن شويه، يعني الصدر مقسوم نصين. هنحتاج نص كوبايه حليب ومعلقه كبيره من العسل، كوبايه ونص من البطاطا الحمراء متقطعه صوابع، كمان عندنا كوبايه ونص من الكوسه المتقطعه صوابع، يعني حوالي كده نقول ايه ربع كيلو من كل نوع من الخضار او نص كيلو على حسب احتياجاتنا. هنحتاج كمان بروكلي، واحدة بروكلي كده صغيرة متقطعة زهر صغير كده. هنحتاج كمان مكعبين من الزبدة، معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. هنحتاج كمان معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة لأنها بتدي طعم حلو جدا جدا للفراخ المشوية، معلقة صغيرة من الزعتر، ملح وفلفل اسود. ده كده مقادير وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهاردة مش هتقتصر بس على شوية التوابل اللي احنا قلناها والطعم اللذيذ اللي هتبقى عليه، لا احنا هنزود بقى الطعم ده بدريسنج حلو جدا جدا هيتحط عليها بعد التسوية، وهيكون عبارة عن راس توم مشوية، عندنا كمان معلقتين كبار من عصير الليمون، وثلاث معالق كبار من العسل الابيض، ونص كوباية مستردة، وكعب زبدة، ملح وفلفل اسود. دي كده المقادير بتاعتنا النهاردة. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير. طيب بداية كده هنبتدي نتبل مع بعض الفراخ، لأن دي أهم حاجة وأول حاجة نعملها. هنتبل الفراخ بتاعتنا، ويفضل طبعا نتبلها ونسيبها كده يعني على الأقل ساعتين، أكون بدأت بقى إيه أقشر البطاطا وأظبط الكوسة والبروكلي وأشوي الثوم وأجهز كل حاجة على بال ما الفراخ تاخد تتبيلتها التمام وتقعد فيها شوية حلوين. يلا بينا نعمل التتبيلة. هناخد كل البهارات اللي معانا، ادي البابريكا المدخنة، بصل، ثوم، زعتر، ملح، وفلفل، كده انا حطيت كل البهارات بتاعتنا. محتاجين بقى نضيف دلوقتي عندي حليب، نص كوباية كده من الحليب، معلقة عسل، وعصرة ليمونة. هبتدي اقلب التتبيله الحلوه دي كويس مع بعض. نحاول كده ندوب الملح كويس عشان لما انزل قطع الفراخ تبقى خلاص التتبيله متوازنه ومظبوطه. ناخد بقى قطع الفراخ، زي ما قلت لكم شرايح الفراخ النهارده عريضه، يعني مش زي شرايح البانيه، لا اهو بصوا معايا كده، بصوا شريحه سمك ايه. الصدر مقسوم نصين علشان يبقى محمل معايا ما يبقاش رفيع قوي. هنزل شرايح الفراخ بالشكل ده عشان تتبل بقى وتتشرب من التتبيله اللي هي قد ايه سهله وقد ايه نتيجتها مميزه قوي. هنقلب كويس. احنا نشكر شيفات المطبخ ونشكر ريهام بالظبط، ونشكر استاذ حمدي. كده بالشكل ده خلاص انا تبلت كويس جدا، واتاكدت ان كل قطعه من قطع الفراخ اخدت نصيبها الكافي من التتبيله عشان ما يكونش في حته كده متدريه ولا حاجه. زي ما قلت لكم من الافضل ان انا اسيبها على الاقل ساعتين تتشرب من التتبيله دي علشان طعم الفراخ نفسه يبقى معانا
حلو قوي، لونها خطير. طيب تعالوا نسيبها دلوقتي ونبتدي نشغل بقى البوتاجاز بتاعنا على الجريل. انا يعني هعتمد ان انا كده ايه تبلتها وقعدت على الاقل ساعتين. تمام، واجهز الجريل واجهز زبده. في التوقيت ده هجيب بايركس، وبايركس كده يكون كبير. حضره معانا. هنا ايه بقى معانا؟ زي ما اتفقنا البروكلي، ومعانا البطاطا. لو لسه ما جربتوش تاكلوا البطاطا يعني مع الفراخ بالشكل ده بتبقى خطيرة. يعني أكلتها في المطعم قبل كده وكنت زمان مش متخيلة يعني الطعم هيبقى عامل ازاي، بس اكتشفت ان هو خطير بصراحة. الطعم المسكر اللذيذ، طبعا سكر البطاطا مبقاش سكر قوي قوي، بس بيبقى لذيذ جدا مع الفراخ. انا كده حطيت الخضار اللي هو كان كوسة وبروكلي وبطاطا، طبعا اساس معانا النهاردة. تمام، يا دوبك هدي بس بسيط رشة ملح وفلفل مش كتير. تمام، زي الفل كده. انا جهزت خلاص الخضار بتاعنا. هعمل ايه دلوقتي؟ بدأت خلاص الجريل ان هي تسخن، هبتدي احط الزبدة. عندي مكعبين هحط الاتنين، انا محتاجة اسيحهم. هاخد منهم مكعب كده وابتدي اوزعه فوق الخضار علشان لما يدخل الخضار الفرن يتحول لي بقى لخضار سوتيه معمول يدوبك بملح وفلفل وقطعة زبدة. اللي هيحصل ان هو لما الخضار يدخل الفرن هياخد ايه نص تسوية لو عشان يطلع معايا بقى كده في قرشة بسيطة كده، وبيبقى لذيذ جدا جدا. انا بس هسيح الزبدة بسيط كده عشان اخد منها معلقتين احطهم فوق الخضار، وابتدي في الجريل دي ان انا ادي صدمة للفراخ بتاعتي. يلا بينا. قبل ما تتحرق كده هبتدي اخد من الزبدة واوزع على الخضار. ممكن نستبدل الزبدة بزيت زيتون لو احنا حابين زي ما انتوا عايزين، بس بحس ان الزبدة كده بتدي طعم لذيذ جدا للخضار السوتيه. مش هنكتر كده، حلو قوي قوي. هرجع تاني ارجع الجريل على النار واجيب بقى قطع الفراخ اللي احنا هنشويها مع بعض. وهنا المقصود من الشوي مش تسوية كاملة قد ما مقصود منه ان انا ادي صدمة لقطع الفراخ علشان احطها على وش الخضار، فما تنزلش معايا مثلا سوائل منها ولا حاجة، لا خلاص كده بتكون احتفظت القطع الفراخ بالسوائل جواها، وهتديني بس طعم حلو للخضار تكمل تسويتها والخضار ياخد نص سوا، وده اللي احنا عايزينه. يلا بينا بقى نشتغل. اتاكد بس ايه ان الجريل سخنت كويس، عشان لو مش سخنه كويس الفراخ هتتحط وهتبتدي تنزل الميه بتاعتها، ويبقى انا ما شوتهاش، يبقى كده ايه خليتها تنشف مني والنتيجه ما تبقاش حلوه. فلازم الجريل تسخن كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، وده الصوت اللي لازم نسمعه. هستنى الفراخ بتاعتي تاخد لون من ناحية واقلبها الناحية التانية تاخد لون وبس، مش محتاجين ابدا ان احنا نستنى بقى نطمن هي استوت ولا ما استوتش. هيبقى فاضل فيها تكة تسوية كده زي ما قلنا، هنكملها هنا مع الخضار اللي هيستوي في البخار بتاعه.
يعني مش هتكون الصينية غرقانة مثلا سوائل أو صوص ولا لا خالص، الخضار يا دوبك البخار اللي هينزله أو هيخرجه هو ده اللي هيستوي فيه. حلو كده، زي ما اتفقنا لون بسيط تمام، ومش محتاجين اكتر من كده. نقلب الناحية التانية، انا هجهز الطاجن الناحية دي. زي ما انتم شفتوا الخضار السوتيه اخد ملح فلفل زبدة وبس، مش محتاجين اكتر من كده. وكده برضو الناحية التانية دي حلوة جدا. هبتدي ارص بقى قطع الفراخ. ونرجع نحط باقي الفراخ بتاعتنا. دي قطع صغننة. لا اه والله. هنعمل ايه بقى دلوقتي بعد ما خلاص ادينا كده صدمة للفراخ بتاعتنا وابتدينا نرصها على الطاجن اللي فيه الخضار السوتيه؟ هل هنغطي ولا هنسيب الدنيا مفتوحة؟ لا المفروض نغطي. ليه بقى؟ علشان البخار اللي هيخرج من الخضار تمام نحبسه جوه البايركس فيسوي معانا الخضار بتاعنا ويطلع حلو قوي. يعني كده عملنا خضار سوتيه وفراخ مشويه، يا دوبك هي طاسه وصينيه، ما احتاجناش اكتر من كده. بقول شعر، يلا نزق دي شويه عشان دي تيجي جنبها. ناخد بقى الصينية بتاعتنا الحلوة دي اللي مليانة عناصر غذائية كلها مفيدة، هبتدي اغطيها ورقة زبدة الاول. وبعدين ورقة ألمنيوم كده، واحكم عليها بقى كويس قوي الغطا. زي ما قلت لكم اللي هيحصل لما تدخل الفرن، وعايزين الفرن يكون حامي وهنحط على الرف الوسطاني، اللي هيحصل ان الخضار هيبتدي يسخن كويس فتبتدي الميه اللي جواه تتبخر ويطلع على شكل بخار. البخار ده هو اللي هيسوي معانا الخضار وهيسوي معانا كمان الفراخ. انا ما حطيتش اي سوائل. تعالوا بينا يلا ندخلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تقعد في الفرن بقى يعني حوالي نص ساعة 40 دقيقة، بحيث ان على بال ما تغلي بتاخد وقت اصلا، وبعد ما تغلي بنسيب لها حوالي ربع ساعة في الاول كده تغلي، وربع ساعة التانية هي دوبك وقت التسوية. الرسم بتاع الوصفة دي هيبقى خطير، عشان كده ما اديناش تتبيلة كبيرة للسوتيه بتاعنا. فتعالوا بينا، عندنا مكعب زبدة هاخده كده اسيحه بس على النار. عندنا بقى نسيب بقى الزبدة تسيح، وعندنا راس توم مشوية. طيب شويناها ازاي؟ احنا خدنا راس التوم قطعنا منها جزء من فوق كده تمام، الجزء اللي بقى ناشف فوق ده شلناه بالسكينة، باين معانا اهو.
تمام، وروح لفينها في ورقه زبده كده كويس جدا، ودخلناها الفرن او شويناها على البوتاجاز من فوق، مفيش مشكله، حطينا صاجه كده ونشويها، نقلبها على النار كده شويه لغايه ما الثوم يتشوي معانا، ريحته بتبقى حلوه قوي. هجهز كده بوله او هنشتغل مفيش مشكله في الطاسه، بس بعد ما الزبده تسيح. انا اللي عايزاه بس من الزبده ان هي تكون سايحه مش اكتر. هنشيل دي تبرد شويه. الزبده دي من مقادير الصوص نفسه او من مكوناته. تمام خلاص كده بدأت كلها تسيح تماما. انا لو شلت حتى الطاسه من على النار دلوقتي هتبتدي تكمل الذوبان بتاعها. تمام، يبقى الزبده مجرد ان هي تسيح، انا مش بسخنها ولا بقدحها ولا الكلام ده كله، انا عايزه بس اخليها تفك كده، وهاخد الثوم اللي احنا شويناه وهبتدي بقى ان انا اضغط عليه عشان ينزل معانا بالشكل ده، ننزل بقى بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده باين معانا ولا. طيب هبتدي بقى اضيف العسل. المستردة تمام، وادي عصير الليمون، ندي كده رشة ملح بسيطة، نقلب كويس. التوم بقى بالشوكة كده وهنهرسه على طول. طبعا كل ما بيكون الثوم مشوي كويس كل ما بيتهرس معانا بكل سهولة وكل بساطة زي الفل. الصوص امتزج تماما، فاضل بس ان احنا نهرس الثوم كده بالشوكة وخلاص، ويبقى الصوص جاهز. اول ما نقدم الفراخ المشوية بتاعتنا بالسوتيه او بالبطاطا هنروح حاطين كده الصوص عليها، وبألف هنا وشفا صدقوني طعمه بيبقى خطير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خطيرة خطيرة، والريحة طالعة مش قادرة أقول لكم بجد جميلة قد إيه، ما شاء الله بجد. والخضار يا جماعة استوى زي ما بنقول إيه، بس لسه فيه اللي هي سنة بسيطة كده اللي هي القرشة البسيطة دي بتخلي طعمه حلو قوي، ميبقاش مهري ما شاء الله. بداية بقى هركن قطع الفراخ كده على جنب. المشوية بتتبيلة رهيبة، وادي الخضار يا سلام محتفظ كده بشكله ولونه وطعمه طبعا خطير، وفي نفس الوقت مستوي وزي الفل. وما تنسوش بقى ان هو كمان شرب من تتبيلة الفراخ، يعني هو اخد من طعم الفراخ برضو. فين الخضار؟ مش مهري ولا بيتقطع مننا ولا الكلام ده كله، وفي نفس الوقت مستوي كده، ومش قادرة اقول لكم على الريحة بقى، يعني الريحة خطيرة. وطبق بقى الناس اللي بتطلب مني اكل دايت واكل صحي، اعتقد مفيش احلى ولا اسهل من كده. اتفقنا ان احنا عملنا صوص المستردة والعسل بالثوم المشوي، صوص خطير كده احنا عملناه دلوقتي مع بعض. تعالوا بينا يلا نحطه كده على الفراخ. حاضر حالا. دول الاتنين صوصيرة هيتحطوا كده عشان اللي حابب يزود، واحنا بقى معانا هنا شوية
بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، مش عايزين اكتر من كده. وبألف هنا وشفا، طبق بجد بجد تحفة جدا.